اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. فرصه بقى ان الوقت متاخر، استاذ حسن يعني نام من زمان، فيعني فرصه اعمل اللي انا عايزه النهارده. شرفنا يا فندم، شرف وجود حضرتك دايما. اهلا بيك يا سيف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ تمام. المواعيد دي انا عارف بالنسبه لحضرتك فبتبقى فرصه لينا بقى. خلاص. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. هو قال لي النهارده بيسرح جمهوره فعلا؟ اهو مش من قال كده، احنا بنعتذر ودي طريقتنا في الاعتذار يعني. احنا بنعتذر عن ماتش سان داونز والنتيجه بعض من جمهور الاهلي كان بيقول الاهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر. عمل ماتش تحفه مع الهلال السعودي، بعدين ماتش مش تحفه مع الهلال السوداني. الاهلي اللي كسب كل البطولات دي بقى بيمشي على سطر ويسيب سطر؟ هم الجمهور يعني بيقول كده يعني. سبحان الله. طبعا اكتر فريق واخد بطولات في العالم. جمهور الاهلي برضو يعني، ما هو جمهور الاهلي عايز فرقته الاهلي ده لو بيلعب قدام البرازيل لازم يكسبه. بس انا خسرت ايه؟ انا خسرت كام ماتش؟ لا يعني بص، اصل سطر وتسيب سطر دي مشوار بقى تاريخ، انا جاي هيستوري بقى في حاله تذبذب. لا بس يعني معلش، في فروق يعني. انت لما تبص لل الهلال قوي، الهلال السعودي قوي طبعا جدا يعني، والاهلي عمل قدامه ماتش جبار. صح. طيب سان داونز قوي جدا والاهلي عمل ماتش كويس. اختلف مع حضرتك. هو مش قوي يعني. فريق متوسط المستوى. ماشي، منظم جدا دفاعيا. بيقدر يعمل بعض الاختراقات من الاطراف. من الطرفين. بس يا استاذ حسن المنظم دفاعيا ده ما اقدرش اروح عليه 6-7 مرات. ما اقدرش اروح عليه طبعا. أيوة ما عشان النادي كده الاهلي. أيوة. واقف عند الشبكه. ايوه، ما هو هي دي بقى صعوبه مباراه سان داونز، ان هو مضيق مساحات وعامل شبكه ما تقدرش تعديها يعني. ولازم نشوف ده. مش هقول ان هو سان داونز اللي لعب ماتش هجومي هناك وكسب 5 من سنتين ولا 3، انما كان منظم دفاعيا ومضيق مساحات. فده بيصعب المسؤوليه. لكن انت لما ديلك فرصه لازم جون، وهو الراجل قال الكلام ده. الفرق بين سان داونز والنهارده ان هو قال كده في المؤتمر، جون وان جول جول. وهو لو جه جون فعلا الاهلي لو سجل قدام سان داونز الجيم هيتفتح، وسان داونز هيفتح مساحات في دفاعاته. هي دي الكوره يعني. هي دي المشكله بقى، ان اللعيبه اللي بتجي له فرصه، انت محترف مضغوط لازم تسجل يعني. انت راجل محترف. دكتور المحترف ما ينفعش يجي يقول لحضرتك انا وانا بعمل عمليه في القلب المشرط تهز مني عشان ده واحد عزيز عليا. ما يبقاش محترف. فدي حاجات كلها لازم يعني. شريف انا سامعك كنت بتتكلم على شريف. شريف من ديسمبر اللي فات ما كانش جاب ولا هدف للاهلي في الدوري. صح. ولعب مع المنتخب ما كانش موفق، لعب 54 دقيقة في ماتشات المنتخب كلها ما كانش موفق. أنا وأنت وكل الناس عمالة تتكلم شريف ما بيجيبش جوان، الجمهور شريف ما بيجيبش جوان، طبعا مضغوط جدا. صح. بس لو أنت محترف مش هيهمك الضغط دي. فجأة بقى النهاردة طبعا. فجأة النهاردة عمل جون زي ما أنت بتقول لعماد متعب وحسام حسن. فعلا عماد متعب هو اللي كان بيلف كده. في صورة النهارده لحسام حسن بيبكي. صورة معانا على الشاشة كده. يعني أنا صاحب نظرية دايما إن خلي التحديات تزودك. يعني خلي التحديات دايما تبقى عندك عزيمة. دايما اللقطة كل واحد يقراها بطريقته. يقراها إن أنا نزلت يعني أخدت فرص قليلة، محتاج أخد فرصة أكبر، أنا مضغوط، أنا أنا أنا. وأنا صاحب نظرية ما بقراش اللقطة غير وأنا متأكد منها. شايف حضرتك إزاي؟ أنا كان نفسي حد يسأله. أنا كان نفسي حد يسأل موسيماني، وده في الماتش. ما في الماتش، الماتش ده الماتش اللي قبليه منزله في الدقيقة 89، والماتش ده في الدقيقة 87 أو 88. ليه؟ يعني إيه هي الفكرة؟ يعني أنا يا سيد موسيماني اشرح لنا إيه الفكرة؟ ليه منزل حسام في الدقيقة 89 في ماتش والنهارده في الدقيقة 88؟ يعني ايه وجهة نظرك؟ واحد زي كده هيبص يقول لك ده مكافأة الماتش. يعني أنت بترضيه بمكافأة الماتش.
لان اللعيب مش ممكن لو ربع ساعه حتى صعب على اللعيب يعني مش اذا كنت بتجربه فلازم يبقى يعني جميل انك انت لعبت شريف عشان شريف ما بالضغوط اللي عليه ما يتاثرش اكتر من كده. انا قلت النهارده شريف يرجع الفاضل موسيماني يعمل له تمثال. طبعا لان كل الناس تتوقع ان حسام اللي يبتدي لكن النهارده بتصمم وبتتمسك بشريف وبتديله وهو كمان بيرد الجميل ودي نقطه مهمه لان المدير الفني ما يحس اللعيب ان انا عايزك عندي ثقه فيك بتسهل عليه الامور. طبعا وهو شريف ما يجيبش الجون بس شريف له العاب يعني تقول ان هو فاق بعد ما سجل الهدف. صح. تمريرات مش عارف ايه كعب وهكذا يعني لانه الحمل والضغط اللي عليه اتشال. فده مهم لكن ايه الفكره من انه حسام انت جبت حسام حسن عشان يلعب انت واخده يعني لعيب بتستعين بيه عشان يكون قوه في خط الهجوم بتاعك. هيلعب امتى يعني؟ هل 88 دقيقة أو 89 دقيقة في مباراة ده فرصة؟ لا طبعا نهائي. الأفضل إن هو يديله في توقيت شريف فيه مش في حالته الطبيعية ولا يديله في توقيت يكون شريف ابتدى يرجع وابتدى يعمل لهم روتيشن الاثنين مع بعض؟ يعمل روتيشن بس مش في كل مباراة. في مباريات بتبقى عايزة شريف في مباريات بتبقى عايزة حسام حسن وهو أكيد موسيماني فاهم كده. الفرق بين شريف وحسام حسن فرق يعني شريف لعيب عايز فعلا مساحات طبعا يعني عنده سرعات عنده لكن حسام عنده التحامات وعنده قوة ومساحات ضيقة ممكن يلعب فيها ياخد المدافع في ظهره ممكن ده يعني وده كويس جدا وده لعيب كويس جدا يعني لازم هو يلعب بالاثنين. وهو كان بيتكلم على الروتيشن وهو كان بيتكلم على بعد ماتش سان داونز زي ما انت كنت بتتكلم على ان احنا هنعمل روتيشن ومش عارف ايه مفيش حد اساسي ومش حد احتياطي والكلام ده كله. ايوه ايوه انت عندك 25 لعيب لازم تلعب بيهم كلهم يعني ما مش يعني لاسباب كثيره من ضمنها انت الاستشفاء مش زي ليفربول مثلا بيلعب بتسعه لعيبه هم تسعه لعيبه بغير اثنين طول 60 مباراه. يعني تعجب ازاي صلاح بيلعب ال 60 مباراه دي يلعب النهارده وبعدين بعد ثلاث ايام يلعب ماتش تاني كلها ماتشات نار وفرقه لا تقف يعني تخليك تنهج وانت بتتفرج عليها ده بجد يعني بتبقى مشدود لدرجه انك بتنسى فبتكتم نفسك من الشده فبعدين تكتشف انك انت عايز تاخد نفسك يعني من ال صح من الكوره اللي انت بتشوفها. هو الاهلي عنده كام لعيب يقدر ينزل اي واحد منهم ما يحسش بفرق؟ كتير. كام؟ كتير والله كتير بجد وعنده دكه جامده وعنده لعيبه جامده. هو كريم فؤاد ايه وحسام حسن ايه بيرسي تاو لعب طبعا طاهر طبعا انا من الناس المقتنعين بطاهر يعني اليو ديانج طبعا انا بتكلم ببص على الدكه بتاعت النهارده حسين الشحات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من السبعة أو ثمانية أو تسعة اللي على الدكة ده غير بقى اللي غايبين أصلا. معنى كلام حضرتك إن عنده أكتر من 20 لعيب؟ أه طبعا. أي 11 منهم يلعبوا؟ أه طبعا. بس إيه؟ ياخدوا فرص كاملة وتختار الماتشات وتختار التوقيتات ودي مهمه المدير الفني يعني. ليه حضرتك ما قلتش حسين الشحات رغم المكتوب عنه؟ لا لا اي حسين الشحات مدي حضرتك المردود اللي انت بتحلم بيه او يرضيك؟ حسين؟ لا لا طبعا لا بصراحه يعني ساعات ده الواحد يعني ايه لما تسالني سؤال زي ده هقول لك اصل هو ما خدش مش لا يعني حسين لا عنده اكتر من كده برضه ده كلام بيمثل ضغط على اللعيب بس انت يا حسين لعيب محترف انت انا شفته وهو بيلعب بره وجوه ومع المقاصه وبعدين حسين له اهداف واداء مبهر في لحظات من مباراه
لكن مش كل المباريات يعني. شفت يعني حركة المباراة كم يعني المباراة؟ هقول لك مثلا السولية، فتحي، ديانج، أفشة، خط الظهر مثلا الأساسي بتاع الأهلي، علي معلول. يعني بتكلم على اللعيبة. أنت مش هتبص تقول ده النهاردة إيه النظام. نص الملعب ثابت. لا يعني أنا بتكلم على الأداء بتاعهم. ما هو عشان كده ثابت، عشان كده في نص الملعب في ثلاثة. ما حدش فكر فيهم. حمدي السولية ديانج. والأداء ثابت، والأداء كويس، والأداء فيه إبداع. يعني السولية، شوف السولية ضيع جون النهاردة إزاي؟ مش مهم. مش مهم الجون اللي ضيعه، بس كان فين؟ ده غير الاسيستات طبعا اللي بيعملها، لكن كان فين؟ ده وسط ملعب، كان فين؟ لا تحركات وتمريرات وديانج طبعا يعني المقتحم بالكوره. طب كلام حضرتك ان الاهلي عنده 20 لعيب، اي 11 منهم يلعب يبدا عادي جدا. الاهلي في احتياج لمهاجم ولا لا؟ مهاجم ايه؟ راس حرب. فاهم، سترايكر صريح. ايه هو؟ واحد كده من بتوع زمان، بتوع البوكس. ايوه بص، معرفش انا كان عجبني من ضمن الفرق اللي عجبتني جدا. انا فاهم انت عايز تقول ايه. الاهلي بقى له 25 سنه مش بهزر يعني. بيقول انا عايز اجيب لاعب افريقي سوبر. ما جاش لغايه دلوقتي. هذا السوبر ما جاش. ايه هو اللاعب الافريقي السوبر اللي انت بتتكلم عليه؟ لما كنت في كاس الامم الافريقيه كان عاجبني جدا فرقه بوركينا. اجسام. هو فلافيو سوبر ولا لا؟ فلافيو كتان، بس فلافيو قعد 14 شهر ما بيجيبش جوان، ويعني قصه تانية يعني. يعني وكان في مدير فني، وكان في اجواء، ما كانش في سوشيال ميديا يعني. لكن هو كان في صحافه قطعته يعني. هو يصنف سوبر افريقي؟ لا، لعيب هايل بس برضه مش السوبر. انا بتكلم على السوبر السوبر اللي هو يعني زي لعيبه بوركينا كده. اجسام ورشاقه وخفه وسرعه وقوه والتحامات، وينط لو انت المدافع ماسك فيه ومتشعلق فيه هينط بيك. تمام. ويلعب ضربه. ده اللاعب اللي هو سوبر، اللي بيبقى متكتف وياخدك ويلف بيك ويسجل يعني. انا الحقيقه ما شفتوش لغايه دلوقتي في اي فريق مصري يعني. بيبقى فيه أوستن أوموتو بيبقى قوي جدا، لكن مش دريبلر، مش ما بيعرفش يعني. اما هو السوبر ده سريع وقوي وضخم ورشيق وخفيف الحركه يعني. الحاجات دي معادلات كلها صعبه جدا. انت حضرتك يعني عايز ترد تقول لي اللي انت بتتكلم عليه ده مش موجود، ولا ان الاهلي مش في احتياج ليه؟ لا هو مش موجود. تمام. مش موجود في اي بال 80 لعيب محترفين في مصر. والاهلي في احتياج، والاهلي في احتياج ليه؟ ولا الطريقه الجديده خلاص؟ يعني ممكن يستغنى عنه، بس طبعا لو كان جه، لو جه يبقى قيمه واضافه للاهلي. لكن الاهلي بالطريقه الجديده، لا الطريقه الجديده اللي هي ما فيش حاجه طبعا. راس حربه 3-3 يعني. والله ما في حاجه اسمها راس حربه. والله بحلف. في الكوره مفيش حاجه اسمها واحد قاعد في الصندوق مستني ساكن عنوانه في ال 18. مفيش ده. ده بيطلع وبيلف بدور. النهارده تشوف قفشه بيخش باك رايت، جناح يمين، بعدين جناح شمال، بعدين 10. طيب. وبعدين بيخش في ال 18. طب يا استاذ حسن، مقوله حضرتك دايما، مقولتك دايما ان راس الحربه هو اللي بيجيب جوال. ما تقوليش انت راس حربه. لا لا، وما جبتش جوال. لا 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 لا، انا ما بقولش كده خالص. ما بقولش كده. انت معايا اخر مره حضرتك قلت لي كده؟ لا، راس الحربه لا، مش شرط ان راس الحربه اللي يجيب جوان. طب ما تشوف الاهلي اللي بيجيب جوان منين؟ من النهارده مين جاب اربع جوان؟ مش الاهلي بس، ده الاهلي والمنتخب كله والمانيا. يعني في اربع في حاجه اسمها مجموعه هجوم. بما فيها السوليه وديانج وحمدي فتحي. طب ما هو كده يا استاذ حسن، يبقى راس الحربه ده مظلوم في الطريقه الجديده دي. مش في الطريقه الجديده، في الكره الجديده. ما يبقى مظلوم، اصل ده لا هيجيب اجوال ولا هيبقى عنده فرصه يجيب اجوال، لان هينزل محطه. هيجيب اجوان، بس مش هو لوحده اللي هيجيب اجوان. مش هو لوحده اللي هيجيب اجوان. لا، لازم اللي يجيب اجوان دلوقتي يعني. ما هو كده كلام حضرتك، يبقى القادمون من الخلف. من مميزات الاهلي، من مميزات الاهلي ان في 17 او 18 لعيب من القايمه بيجيبوا اهداف. صح. وده كمان في الدوري اللي خده الاهلي
مش السنه اللي فاتت اللي قبلها. اه كان الزمالك فيه 9. لما يبقى فيه 18 لعيب بيجيبوا اهداف ده بيمثل جزء من الكره الجديده. الكره الجديده اللي هي بالنسبه لمصر طبعا مش الكره بتاعت اوروبا يعني، لان احنا لسه بعيد شويه عن يعني. انما في النهايه كل ما عدد اللعيبه اللي عندك بتجيب اهداف لا ده قيمه فنيه للفريق. صح، بس كده حضرتك ما تقوليش ان في لعيب هداف الدوري وجايب 9 ضربات جزاء، ده مش هداف دوري يعني. يعني بس حضرتك كده المهاجمين دورهم غير واضح يعني. في النادي الاهلي المهاجم ما بيجيبش جوال، في الزمالك المهاجم ما بيجيبش جوال، لازم يجيب جوال يا فندم. ما هو ما بيجيبش، معلش دي بقى مشكلته هو. ما انت حضرتك دلوقتي قلت مش شرط هو مجموعه هجوم. لا يجيب هو يجيب اجوان وغيره هيجيب يعني. محمد شريف والجزيري الاثنين اخر فتره مش هم اصحاب التهديف اخر فتره، بس بدايه الموسم. بس شريف كان هداف الدوري يعني، وكان هداف الاهلي بس الطريقه كانت بتدور عليه. الطريقه دلوقتي ما بتدورش عليه، ما هو في 3-3 ما بتدورش عليه. لا مش شرط الطريقه ممكن تمشي معاه وممكن ما تمشيش معاه، ده بيتوقف على المنافس بتاعه واللي قدامه والفريق اللي قدامه. ويعني 13 دقيقه الاهلي النهارده جاب 3 اهداف بالضغط والشراسه والقوه الشراسه اللي كان عليها الفريق، عمل رعب لفاركو يعني. معنى كلام حضرتك ان الاهلي مش والطريقه محتاج اللي لعب بيها طبعا والباصات اللي جايه من ورا من ان الاهلي مش محتاج لصفقات دلوقتي. يعني في صفقات هو عملها لسه محتاجه، مش بيرسي تاو. بيرسي تاو ماشي ممكن يمشي يعني، مثلا ميكيسوني لسه يعني انا مش مقتنع ان انا بكلم هو محتاج لصفقات ولا عنده اللي يكفي. هيجيب اللعيب الافريقي السوبر اهلا وسهلا، مش هيجيبه لا مش محتاجه خلاص. بص هو مفيش مهاجم مصري سوبر. معلش 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 يعني انا اسف يعني، هو الاسماعيلي مش جاب 6 صفقات منهم واحد فلسطيني قال اتقال عليه ان هو موهبه عنده 18 سنه ماشي. هل الستة ظهروا؟ هل الخمسة اللي بيلعبوا الأربعة اللي بيلعبوا ظهروا؟ اللي هم من كولومبيا ومن فنزويلا ولا بوليفيا ولا مش عارف ايه؟ لا. أنت هتجيب مين؟ بس هتدفع دولارات لمين؟ يعني شكري نجيب ولا الأربعة ولا الخمسة اللي موجودين؟ شكري نجيب اللي مشي؟ ولا الأربعة ولا الخمسة الصفقات اللي اتعملت بالإسماعيلي؟ أنت الأهلي أي فريق هتجيب اللعيب السوبر أهلا وسهلا، اللي هو يبقى إضافة كبيرة جدا للفريق. هو السوبر ده ممكن يطلع مصري أو أجنبي؟ ممكن طبعا. في مهاجم سوبر مصري؟ لا مفيش. لا طبعا يعني أنت بمنطق اللعيب السوبر يعني يعني صلاح ساديو ماني لا مفيش. في كم حارس مرمى سوبر في مصر يا استاذ؟ 2-3 يعني. رغم الاخطاء يعني، لكن مثلا الشناوي الشناوي النهارده شال كوره على الارض بضخامته دي، رد فعل رائع. حارس كبير. مين تاني؟ رائع يعني، أبو جبل رغم الأخطاء اللي عملها في الماتشات الأخيرة. وتالتهم مين؟ لا في يعني في كذا واحد يعني، في بسام طبعًا. ريفلكس رائع. لا ريفلكس رائع جدًا طبعًا، دي صدة مذهلة يعني. يعني مش حاجة بسيطة يعني. يعني بص أقول لك حاجة، شناوي لما يعمل حاجة زي كده فوق ماشي طبيعي. ان ينزل بالشكل ده بالطول ده هي دي القصه. وبالوزن ده وبالصلابه بتاعت جسمه دي ويعمل دي لا ده ريفلكس. افيد حاجه ان الحراس الكبار كل واحد يكون في حته. طبعا عشان يلعبوا. لان النتيجه ان احيانا بيبقى في الحارس اصله هو المركز الوحيد ده اقتناعي ما ينفعش فيه روتيشن. يعني هو ده رقم واحد وهيظل رقم واحد لغايه اما بعد الشر يتعور يصاب او مستواه ينزل خالص.
لكن انا يعجبني قوي المدرب اللي الحارس يعمل خطا او كارثه، هسميها كارثه، وهو الاول بس يلعب الماتش اللي بعديه، زي أليسون بيكر مثلا. ده غرق ليفربول في مره ثلاث ماتشات اربع ماتشات. لكن مهما زادت نجوميه المدرب وانجازاته وبطولاته مع النادي، في انديه كبيره بتبقى هي فاترينا زي الاهلي والزمالك، فاترينات كبيره لاي مدير فني. هل المدرب الكبير في حاله ان هو يحصل على بطولات كتير مع النادي في رحيله هو اللي تاثر اكتر ولا النادي؟ يعني هو اللي هيكسب اكتر يعني. لا، مين يحتاج مين اكتر؟ لا كل اللي بيشتغلوا في الكوره محتاجين بعض، مفيش حد هيعمل فريق لوحده، مفيش حد هيعمل ده من غير اداره، مفيش حد هيعمل ده من غير فلوس، مفيش حد هيعمل ده من غير دعم. يعني يبقى الكيان هو الاهم، يعني يبقى الكيان هو النجم طبعا وما يحتاجش حد، واداره الكيان دي هي بقى العقل اللي بيسيطر على الكيان، يعني بيسيطر على الكوره وعلى الصناعه بتاعتها. يعني موسيماني بعد البطوله دي هو اللي يحتاج الاهلي، انا وجهه نظري كده. بس انا رايي يعني بجد، يعني اولا ان الاهلي لما تعاقد مع موسيماني كانت تلك خطوه في غايه الشجاعه والجراه، مخاطره يعني، والجراه والشجاعه و يعني الواحد ما صدقش ان هذا النادي الكبير جدا يعمل خطوه زي دي. الاهلي عنده حاجتين يا استاذ حسن رهاب جدا، انا عاشرتهم على مدار سنيني كله في الاعلام، اداره دائما وابدا واعيه جدا، ودلوقتي في وجود الكابتن محمود الخطيب وقرارات حتى لو فيها مخاطره، وفي حاجه مهمه اهم من كده بكتير، جمهور كبير جدا جدا بيساندك وبينجح الخطوه قبل ما تبتدي، بيدعمك في ظهرك، هو ده. حتى لو اختلف يعني اللي قبل موسيماني، انا نسيت والله اللي قبل موسيماني، شوف حد يفكرنا بقى. اللي قبل موسيماني يا جماعه السويسري مين؟ فايلر. الحمد لله ان انا اللي افتكرت. الحمد لله لسه ما جاش يعني. اسمه ايه ده؟ اللي قبل موسيماني محمد صلاح. اللي قبل موسيماني فايلر كانت مخاطره، سي في، وكان كابتن طه هو في لجنه التعاقدات او في لجنه كوره، وكابتن طه طلع في المؤتمر وقدمه وشرح وجهه النظر وبتاع، والناس كلها كانت بتسال ان يعني السي في والحكايه. اول ما الاهلي اخذ قرار كل الجمهور في ظهر فايلر، اشتغل الراجل وكسر الدنيا، دعم كبير جدا جدا جدا، فدي بتسهل الامور. لو عندك تسجيلات اول ما تعاقد قبل بقى ما اسمع اي حاجه، كنت دايما رايي السي في زي الارقام. يعني محمد صلاح سجل 200 هدف، 150 هدف مع ليفربول، 153 هدف مع ليفربول، بس ابداع صلاح انا عندي انا ابداعه اهم من ال 153 هدف، بس في الهامش الارقام. السي في كده برضه، فايلر سي في ولا حاجه. بس الاهلي بعت فرقه قعدت معاه واتكلمت واتناقشت، وده رايي دايما. عايز مدرب يجي مصر اقعد معاه، اتكلم معاه، قول له انت عارف مصر الكوره بتاعتنا شكل عندنا ايه وما عندناش ايه، ناقشه في افكاره واستراتيجيته. لان ما هو يعني احنا يعني في مدربين بيجوا عشان ينجحوا، في مدربين بيجوا عشان ده زي الاعاره يعني. هو زمن المدرب المصري مع الاهلي والزمالك انتهى قولا واحدا؟ يعني مش شرط، بيبقى احيانا بيبقى في دور يعني بس طبعا الـ 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 الاغلب الـ الـ الاجنبي يعني. مع ملاحظه ان يعني كل البطولات المنتخبات بتاعتنا. هل ممكن الاهلي في يوم من الايام يجيب مصري تاني؟ ممكن طبعا. طب ما الزمالك هيعين مصري دلوقتي مؤقتا او مش مؤقتا، لكن هيعين فني مصري. اجنبي يعني اللي هيستلم المهمه دلوقتي مصري. كابتن اسامه يعني هيجي مع حد لغايه ما يجي حد يعني. لكن بس انا اعتقد ان الزمن انتهى. انا ممكن نصر بتاع المصري يعني، بتاع المصري يعني. انا اعتقد ان الاهلي نزل للضغوط وحاجات كتير، خلاص مدرسته الاجنبي دائما. الزمالك
مدرسته الاجنبي دائما. اعتقد ان فرصه المصري في الاهلي والزمالك. بص رغم النجاحات موسيماني وهو نفسه قال كده، اعمل ايه عشان خاطر يعني، لان موسيماني جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي مش بيساند موسيماني بس، لا هو الحقيقه بيساند النادي، بيساند الكيان. لا هو بيساند النادي اصلا. ايوه ها أيوة. يعني لو مش موسيماني الصبح لا يعني هو إيه؟ هو مع يعني النادي له وجهات نظر. جمهور الاهلي بقى اكرر اهو، جمهور الاهلي النهارده موسيماني كويس بعدها لا موسيماني لا ما غرقنا لا موسيماني كويس بس ايه بقى الجمهور ده في النهايه رغم اختلاف رايه هو بيساند الاهلي، الاداره، النادي، الكيان. صح موسيماني مش موسيماني هو مدير الفني النادي الاهلي. ايوه ايوه دي مهمه جدا. طبعا طبعا دي مهمه زي ما دايما نقول ان جمهور الاهلي بيساند اداره الاهلي. دي قيمه طبعًا. مهمه جدا جدا في جمهور النادي الاهلي. صح انه بيساند الكيان في صوره بقى مدرب، في صوره لعيب، في صوره صفقه جت، لكن في النهايه هي المسانده للكيان مش لاشخاص. في لسه فرصه حد من لعيبه النادي على كيروش ولا صعب؟ في ايه؟ فرصه حد من لعيبه النادي على كيروش ولا صعب؟ من النادي يروح من الاهلي يروح مع كيروش من يعني؟ من اي نادي؟ من اي نادي؟ في يعني ما هو 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 بيقول لغايه دلوقتي ما فيش، لكن انا اظن هو محتاج باك رايت باك ليفت احتياطي للستاندنج اللي موجودين. وربما يحتاج حد في خط وسط الملعب برضه. طب ليه حضرتك قلت باك رايت احتياطي؟ لان عمر كمال هو اللي هيلعب. يعني هو لو النهارده اخذ محمد هاني غالبا عمر كمال اللي هيلعب. يلعب عمر ومحمد احتياطي؟ هل يتوقف على اداء الدوري ولا ما تفرقش؟ لا هو بوجهه نظره هو يعني هو بيشوف حاجات في اللعيب بيقول لا هو ده اللي وحضرتك في الشمال يعني. بتدور على احتياطي الفتوح؟ طبعا بس مش 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 قبل فتوح ده، فتوح ده حكايه. انا بقول احتياطي الفتوح. احتياطي لما نقول حاجه احتياطي الفتوح يعني يعني بجد ما شاء الله يعني يعني لعيب واثق من نفسه وعنده مهارات بقى يعني بصراحه يعني يعني بجد انا معجب بيه جدا. فتوح هو لعيب هايل هايل هايل، عنده ثقه ومهارات وشجاع وبيروح لا يعني هايل يعني. نطلع فاصل وبعد الفاصل نتكلم مع استاذ حسن على باقي انديه الدوري الممتاز ثم مباراه مصر والسنغال بعد الفاصل. نرجع بقى مع الاستاذ حسن كده شويه اسئله دردشه سريعه. هو صلاح مش من التوب 3 في العالم؟ لا من من طبعا. طبعا طبعا يعني معدت ان هو يجي رقم 5 في الاعلى سعرا. لا مش مهم مش مهم سعر اللعيب ليه يعني القيمه التسويقيه لا ليه اسباب تانية يعني لكن يعني النادي اللي هو بيلعب فيه اشتريته بكام؟ طب حضرتك ممكن ياخد كام؟ مرتب كام؟ ممكن حضرتك اقول لحضرتك حاجه؟ يعني بلاش الاسامي كلها اللي مكتوبه. امبابي 160 مليون يورو، صلاح 100 مليون يورو. ممكن حضرتك تقول لي السبب ايه عند امبابي ان هو يكون الاغلى في العالم؟ مفيش سبب الا ان هو يعني تسويق يعني، يعني انا مش شايف ان هو السن ممكن؟ لا ممكن السن دي حاجه، السرعه بتاعته هو اسرع من صلاح. هو اعتقد هو اسرع واحد في العالم يعني، اسرع لاعب كوره في العالم. وصلاح في السرعه رقم 7 أو 8 حاجه زي كده يعني، ده بالكيلومتر يعني اتعملت لهم قياسات يعني. لكن هو جاب جون مثلا في ماتش، راح صلاح جايب جون بعديه في ماتش، وانا شفت جون صلاح احلى يعني. جون كيليان مبابي كان جميل جدا وعمل دريبلينج وغرب برضه 2 ل3 لعيبه، لكن في ريال مدريد لكن صلاح برضه بيعملها كتير. هو ما بيعملهاش كتير صلاح. الغربله اللي بيعملها دي 4 أو 5 لعيبه بنفس الطريقه، بس بيرقصهم لان هم مش عارفين
الاوله دي. طب والثانيه فين؟ هل بي اس جي نادي يعمل له تاريخ؟ لمين؟ لمبابي؟ يعمل له طبعا، يعني مش طبعا لو راح ريال مدريد او برشلونه او راح انجلترا هيبقى اكتر طبعا، يعني قصه مختلفه. يعني دوري فرنساوي يعني مش زي ما هو ضعيف عشان حاجات كتيره، يعني من ضمنها ان مفيش منافسه. يعني باريس سان جيرمان هو البطل، يعني زي بايرن ميونخ كده. يعني هل راح زمن الريال والبارسا بعد ميسي و طيب كريستيانو؟ هو يعني كلاسيكو الارض بقى في الارض بعد ما مشي هما الاثنين، يعني لدرجه ان انا ما شفتوش. وكان الكلاسيكو ده يتقال عليه الاعلام هو اللي بيعمل ده. الاعلام هو اللي بيصنع المبارزه بين اللعيب بين لاعبين عشان يبيع ويسوق الماتش. الاعلام يعني هو اللي بيصنع الديربي، يعني بيبقى فرح في ديربي، يعني في اهلي وزمالك. يعني انت عصر ميسي ورونالدو. انت عارف يا استاذ حسن ان انا مره اشتغلت الماتش ده من الملعب. طبعا برشلونه وريال مدريد. من الملعب في وجود كريستيانو وميسي. طبعا ماتشين ورا بعض. حاجه جميله ده. وبعد خمس ايام لعبوا ماتشين في السوبر. حاجه الملعب والاثنين موجودين. طيب هما الاثنين مش موجودين. تلاقي الناس نايمه. يعني العالم اللي كان بيقعد الاعلام كوكب والكوكب الكلاسيكو الكوكب والارض ما حدش. بعدين كل واحد فيهم راح مكانه اتطفى فيه. يا استاذ حسن ده قعدوا 10 مرات اعتقد الافضل في العالم. هما الاثنين. اكتر بعض. اكتر. طبعا يعني اتقابلوا اللقطه دي اكتر من 10 11 مره قاعدين جنب بعض. والمقارنات والفرق بينهم وارقام ده وارقام ده وكل الحاجات دي كانت موجوده. بس هو دلوقتي كريستيانو رونالدو اتطفى، ومانشستر يونايتد ابتدى يحس انه يعني صفقه مش حلوه قوي. وطبعا ميسي يعني انا بقرا تقارير ساعات ان هو طبعا انا بشوف انها يعني فرقعه، يعني انه عايز يروح يرجع تاني برشلونه. طبعا ما اعتقدش يعني النوعيات دي يا استاذ حسن اول ما تحس انها انطفت تبطل ولا ممكن تاكل عيش؟ تاكل عيش يعني هم واكلين عيش؟ لا بقلاوه يعني. يعني ده الفرن فاتح هناك يا استاذ حسن. طبعا طبعا. ياكلوا عيش ايه؟ ده كريستيانو ده في 16 شركه انترناشونال من اليابان لغايه بتعمل اعلانات، يعني واخداها للاعلانات يعني. انا اعتقد 500 مليون دولار في السنه اعلانات حاجه زي كده يعني دخله، يعني ما يعني يعني طبعا مرتباتهم خياليه ودخلهم خيالي. وبعدين هو اول لاعب في التاريخ يصل الى دخل المليار دولار، كريستيانو رونالدو. انت عارف يعني ايه مليار دولار؟ عارف ده في السنه يا استاذ حسن ولا ايه؟ لا مش في السنه، ثروته يعني ثروته وصلت الى مليار دولار. وكان هو اول لاعب في التاريخ يصل الى هذه الثروه. مليار دولار في 16 في 15.77 خلاص 16 مليار جنيه. طيب مش محتاجه حسبه يا استاذ حسن يعني. 16 مليار جنيه. بس اتطفى شويه شويه يعني. ويعني وميسي نفس الحكايه. ده ميسي اخذ 3/10. ميسي الاستاذ العبقري طبعا، يعني ما هو يعني يعني ده يعني 3/10 اللي اخذها لي لا تلغي ابدا ان هو اسطوره كره القدم في التاريخ يعني. عشان بس الناس ما بتنسى يعني. الناس النهارده لكن شوفوا ميسي عمل ايه يعني. كل مدرب فريق منافس عارف انه ميسي ده اخطر واحد في برشلونه، لازم نراقبه، ما حدش يعرف يراقبه. ده جوارديولا لما لعب مع برشلونه مع مانشستر سيتي قال انا مش يعني احنا عارفين هو صعب يعني، بس ما بنعرفش نمسكه. هو صلاح وصل لمرحله
حب النادي والتضحيه بالفلوس عشان اعمل تاريخ واكمل، ولا الحاجات دي مش موجوده؟ لا، ما شوف القرارات دي دي قرارات صعبه جدا وتتوقف على الشخص، على الانسان. ولا مدير اعماله او مدير اعماله، يعني انا يعني انا احط نفسي انا مكان صلاح، يا ريت يعني، بس انا مكان صلاح انا هختار، انا هختار اني افضل في ليفربول لسبب واحد. لما الاقي الجمهور الانجليزي بيغني لي كده يعني الحب ده، ان انا اسطوره ليفربول، اسطوره المدينه، وشويه كمان كده شويه نجاحات كمان هتبقى انت مش اسطوره النادي، هتبقى اسطوره المدينه زي زي البيتلز يعني. عارف البيتلز؟ عارف. كنت صغير انت يعني. اسمع. تسمع انا؟ طيب. فطبعا لا، تبقى اسطوره المدينه دي حاجه، غير انك انت تبقى اسطوره النادي كمان. فهو داخل على ان هو يبقى اسطوره المدينه يعني. يعني واحد من اساطير هذه المدينه. فعدم الاحتراف دي ليها حسبه؟ ما هو مش كل حاجه الفلوس، مش كل حاجه يعني. لكن هل السؤال الاهم عشان بس صلاح يفكر كويس، هو انت يا صلاح لو رحت هتروح فين؟ ما هو يا اما ريال مدريد يا اما برشلونه. هل لو رحت ريال مدريد هتحقق نفس النجاح اللي انت حققته في ليفربول؟ هل تضمن ده؟ هل هتحظى بنفس الحب اللي بتاخده في ليفربول؟ هل دي اللي اداره ليفربول بتراهن عليه مع صلاح؟ ممكن، بس هم ابتدوا يجيبوا لعيبه عشان يقولوا لصلاح يعني في يعني في لعيبه تانية يعني. يعني هم بيحبوه طبعا جدا، وكلوب عايزه يعني، كلوب عايز يتمنى ان صلاح يستمر، مع ان كلوب ما بيتكلمش في ده. شوف النظام يعني، المدير الفني ده وليه وجهه نظر، ما يتكلمش في العقود ابدا. المدير الرياضي بتاع ليفربول هو اللي يتكلم في العقود، ووجهه نظرهم الاجانب بقى دول ان انا المدرب وبشتغل مع 20 لعيب، مش هروح انا اللي اتكلم في الفلوس والتعاقد مع صلاح او مع كذا وبعدين التاني. لا، ده في واحد تاني هو اللي بيتكلم في الحاجات دي، مش احنا. كله بيتكلم في كل مباراة الحاجة. مباراة مصر والسنغال اشمعنى؟ مش عارف، بعد افكر فيها مش يعني مش لاقي لها حلم. ليه؟ يعني ان شاء الله باذن الله انا عندي، بس عمال افكر في السيناريوهات كل يوم. بص يا رب نعدي ان شاء الله، وهي باذن الله نعدي، لكن انت وانا والجمهور لازم يعرف انها مباراه صعبه جدا. صعبه جدا لان ده فريق قوي، يعني تخلص من ضغط مهم جدا انه اخذ بطوله امم افريقيا لاول مره في تاريخه. فالعبء اللي على ظهره اتشال. لعيبه بتلعب كوره عندها برضو اللي هي بقى الرشاقه والخفه والبرونه والسرعه واللياقه. ممكن يكون اكتر 90 يعني دقيقه او اكتر 180 دقيقه صلاح بيحلم بيهم. صلاح طبعا، بس هو كان حلمه كمان البطوله، بطوله كاس امم افريقيا. بس ده حلم تاني خالص. لا، الحلم بتاع صلاح يجب ان يكون مش انه يروح كاس العالم طبعا، ما بعد كده، بس الخطوه الاولى. انا عايز اروح الاول. معلش، الحلم بتاعي انا من سنين اروح كاس العالم والعب كوره، العب كوره واكمل دور 16 مثلا. ما انا لما اروح بس اساسا الاول، انا عايز طول ما احنا عمالين نعمل حفله عشان بنروح بس. الحقيقه انا مش عجباني الحكايه دي. طب يا استاذ حسن، بس نروح، هو احنا دلوقتي لا معلش، ما هي المره دي احنا بس عايزين نروح يعني، ناخد الخطوه السلم. بص درجه اولا الاتحاد الافريقي ده حد يعني عايز ياخد حد يديله محاضره ازاي يعمل تصفيات كاس عالم. مش معنى احنا صعبه جدا، افريقيا صعبه قوي. طب اسيا؟ اسيا بقى لهم 6 اشهر ولا سنتين بيلعبوا تصفيات، والثالث في المجموعه دي، هما مجموعتين، والثالث في المجموعه دي والثالث في المجموعه دي هيلعبوا مع بعض. ملحق. بس الملحق ده اللي هيكسب منهم هيخش ملحق تاني.
يعني مع خامس يعني امريكا الغريبه اللي ما بيروحش. يعني مش معقول يعني. احنا بقى ليه مش مجموعات؟ يعني ليه الاتحاد الافريقي ده ما يعملش مثلا ما يعملش مثلا 10 مجموعات مثلا يعني؟ تاخد اول تاني مثلا. خد اول تاني وبعدين اعمل بين الاول والتاني دول مجموعتين مثلا. وخد اول وتاني والتالت هنا والتالت هنا يلعبوا مع بعض وخد خامس عشان افريقيا. صح. ايه ده؟ ايه اللي عمله ده؟ المباراه الاولى اصعب ولا الثانيه؟ لا 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 الاثنين صعبين جدا. الاثنين صعبين جدا. جدا جدا لازم تكسب كتير هنا. شرفتنا يا استاذ حسن. اشكرك. ان شاء الله باذن الله نتابع حضرتك في الراديو في الماتشين. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم شرفتنا. ان شاء الله شكرا جزيلا يا سيدي. خلصنا الفقره الثانيه مع نجمنا الكبير الاستاذ حسن مسكاوي بشكره شكرا جزيلا. فاصل وبعد الفاصل كابتن وجيه احمد وحديث عن التحكيم بعد الفاصل.